دكتور، اتكلمنا في السابق عن العالم، أتينا إلى العلم. حضرتك سوف تلقي محاضرة بدعوة من الأكاديمية الملكية الأسبانية بعنوان رؤية اللامرئي. عنوان صعب أوي. إيه يا فندم ده؟ هو الحقيقة كتاب، يعني احنا بنتكلم دلوقتي الأسبوع اللي فات الكتاب ده اتنشر في لندن، ويعني أنا الإديتور بتاعه، فمكتوب العنوان بتاعه شائق جدا، لأنه كان عندنا مؤتمر دولي في هيوستن، والمؤتمر الدولي ده علم جديد اسمه الفيزياء البيولوجية. والكتاب لما قرأت على العنوان، ده كتاب تأليف حضرتك؟ بس كتبته بمعنى له عنوان، يعني بعد العنوان الرئيسي في عنوان تاني تحتيه، من الذرة إلى الطب، من الذرة للطب. فده معناه ايه كل ده؟ معناه انه يعني انا بقالي دلوقتي 10 سنين تقريبا، يعني جايز نوبل هيبقى 10 سنين زي ما حضرتك عارف السنة الجاية، فبقالي 9 سنين تقريبا من بعد نوبل، واحنا بنحاول نخش في علوم جديدة وحديثة اللي هي علوم بيسموها المعقدات او الكومبلكسيتي. عايزين نفهم الدور الكبير جدا اللي بيلعبه الجزيء او المادة عموما في الامراض مثلا، وازاي نقدر نفهم التصرفات المختلفة في الحاجات دي. فطبعا العلماء دايما بيحاولوا يختزلوا المشكلة الى اهم واصغر مكونات المادة، وفي هذه الحالة اصغر مكونات المادة اللي هي الذرة. فهل احنا ممكن نوصل في يوم من الايام ان احنا بكل المعلومات اللي بنعرفها عن الذرة والجزيء، ان احنا مثلا نقدر نفهم ليه مرض الالزهايمر ده بيحصل مثلا، او نقدر نتحكم في مرض الالزهايمر؟ دي حاجات شيقة جدا وحاجات مهمة لها علاقة بالكمبلكسيتي دي او التعقيدات دي اللي موجودة، وانا بعتقد هيلعب فيها دور المزج بين العلوم، دور مهم جدا. فمثلا يعني من الحاجات اللي عملناها في ايام الفامتو، كنت يمكن انا دخلت بعض الحاجات مع المجموعه بتاعتي دور الطبيعه في اللي هو موضوع الليزر ده في الكيمياء. فدلوقتي انا بحاول دور الطبيعه والكيمياء في البيولوجيه والطب، يعني واخد بالك؟ يعني دور الفيزياء في الكيمياء، دور الفيزياء والكيمياء في الطب والاحياء. بالظبط كده هو. فده مجمل العلوم. لانه في يعني في انتجريشن زي ما بيقولوا، او في حاجه جميله جدا انك لو قدرت تفهم معنى التركيبه الطبيعيه للحاجات المعقده دي هتفتح حاجات كتير جدا، من مش بس في الامراض، وهتفتح حاجات في العقاقير والمواد الجديده اللي تقدر تعملها من النانو ماتيريالز بيسموها، او المواد اللي حجمها صغير جدا، الى خواص جديده. فده شغل الحقيقه انا سعيد بيه جدا. وبعدين بالنسبه لنا احنا في كالتاك، انا يمكن قبل كده قلت لحضرتك ان هو احنا كنا عندنا حظ ان احنا خدنا من جوردون مور ده اللي هو بتاع شركة انتل، لما انا اعطيت محاضرة مرة قدامه بتاع، فانبسط قوي من الموضوع اللي بكلمك فيه ده. فاكشولي اعطونا 20 مليون دولار على اساس ان احنا نشتغل في الموضوع اللي احنا عملناه ده، وفعلا كانوا متوقعين ان احنا يمكن نعمل شغل مهم في 10 سنين او حاجة زي كده، لكن كان في توفيق ان السنة اللي قبل اللي فاتت ان احنا خدنا براءة 2006 خدنا براءة اختراع، كالتاك عملت قدمت عليها، ودي حضرتك خدت الاختراع، ودي حاجة جديدة خالص مهمة جدا. بنشوف بقى عشان نفهم التعقيدات ديت وتصرفات التعقيدات ديت، يبقى لازم نفهم زي ما تقول ايه، عشان افهم الاستاذ احمد المسلماني لازم افهمه في المكان والزمان. فاكر لما كان عندنا الأستاذ الكبير اللي هو الأستاذ جمال حمدان كان يقول لك عبقرية
المكان المكان والزمان. الزمان. فهي نفس العملية الحقيقة. يعني لما تفكر انت ازاي جزيء زي البروتين ده بيتغير وبيتشكل وبيعمل وكان يوماني، في عبقرية في العملية ديت، في المكان اللي هو بيعمله فيه وفي الزمان اللي هو بياخده عشان يعمل العملية دي. فازاي ان احنا نقدر بقى نشوف الشخصيات ديت ونعملها. فيبقى ده انا سميته حتى في الاكتشاف الجديد ده سميته البعد الرابع. يعني احنا دلوقتي بنعمل اربع ابعاد للتصور المعقد ده العلمي، اربع ابعاد. فكان زمان يا اما بنعمل بعد الزمن لوحده او بنعمل البعد التقسيمي نفسه للماده في اللي هم بيسموها التلات ابعاد بتاعتهم. يعني عايز اشرح شويه لكن يعني بتلخيص. فاحنا جمعنا الاثنين دول مع بعض في نفس الوقت ونقدر نشوف بقى اللي بيسموها فور دايمنشنز. ارجع بقى الكتاب تاني كمان، يعني في زملاء كاتبين في الكتاب كمان انا سالتهم انهم يكتبوا، دي علماء فطاحل. يعني انا في سته معاهم نوبل، يعني منهم مثلا ديفيد بولتمور. عنوان المقاله بتاعته في الكتاب لو نفس الكتاب الفيزياء البيولوجيه، لان انا سالت من اعظم علماء العالم انهم يقولوا ارائهم. سته نوبل في هذا الكتاب. فمثلا ديفيد بولتمور مثلا بيقول علم الاحياء في القرن 21. يعني شوف بقى هو بياخد بقى رؤية افاق عظيم، افاق، وايه ده اللي هيأثر فيه في الطب وهيأثر فيه في البايوتكنولوجيا. واحد تاني مثلا كبير قوي يعني في كامبريدج، ويمكن بعض الإخوة المصريين يعرفوه، اسمه سير جون توماس مثلا، كاتب بتاع كاملة عن الحاجة الجديدة اللي احنا عملناها، مسميها ثورة جديدة في العلم. لانه في مفهومه ان الابعاد الاربعة دولت هيفتحوا فتح مش بس على المادة، هيخشوا من المادة لعلوم الاحياء لعلوم الخلية. يعني احنا دلوقتي نقدر نشوف خلية تحت الميكروسكوب بالابعاد الاربعة بعد اضافة البعد الرابع. وعملنا يعني الكتاب ده ونشرنا وبتاع. دي خريطة هذا الكتاب. دي خريطة هذا الكتاب. الأحياء في القرن الحادي والعشرين. دي خريطة يا دكتور مفجعة والله. خرائط أخرى لو قرناها. يعني وبعدين مثلا في مثلا شابتر بحاله مثلا على الكونشسنس. يعني الأستاذ أحمد المسلماني عنده إدراك بنفسه. يعني أنت لو نزل من على السلم بتبقى عارف إنك لو نزلت سلمة تانية ممكن تقع. طب الإدراك ده جاي إزاي؟ هل ديت آلية فيك في تفكيرك العقلي إنك أنت بتشوف الخطر فبتديك سيجنال وتطلع للبرين وبعدين واولا؟ يعني ده معناه إيه؟ وهل ده نقدر نفهمه على مستوى الجزيء والذرة؟ ولو فهمناه هل ممكن نعالج بعض الناس المصابين بحالات الإدراك واولا؟ وتلاقي يعني من حاجات شغل من أروع. في شابتر في الكتاب مثلا على حاجة اسمها الفور بي ميديسن، عشان كده انا سميته من الذرة للطب. اربعة بي طب، اللي هو هيخير خريطة الطب بالمرة. انه من غير ما نخش يعني في تفاصيل كبيرة، انه هيبقى واحدة من البي دول is personal، يعني ان الطب هيصبح شخصي. انت اللي هتقدر تاخد عينة من نفسك وتعرف الجينات التركيبية بتاعتك وتعرف اذا كان في ميوتيشن ولا لا، واذا كان ده كلام جد كده. الطب الشخصي. الطب الشخصي يعني هو 4P. اولها ده واحدة شخصي، يعني بس هشرح اتنين منهم. يعني فعندك مثلا الشخصي والتاني اسمه بريفنتيف. يعني انا قبل ما اعرف ان الاستاذ احمد المسلماني الله لا يقدر ممكن يجيله المرض الفلاني، لا انا هقدر امنعه حبيب prevented، همنعه انه يجيله هذا المرض. يعني عمل استباقي. عمل استباقي ما قبل المرض. ما قبل المرض.